عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة زيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس لزيادة العائدات من العملات الأجنبية واتباع سياسة تسويقية مرنة في التعامل مع الخطوط الملاحية. كما وجه الرئيس بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتذليل العقبات أمام الاستثمار وتطوير البنية التحتية والانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها. ووجه الرئيس أيضا بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ المصرية بهدف زيادة تنافسيتها ودراسة أنسب السبل لاستخدام وتشغيل الأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد. كما وجه الرئيس أيضا بضغط الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر والتكريك ببحيرة المنزلة بحيث تصبح بحيرة صديقة للبيئة وآمنة، مشددا على تأمين حياة المقيمين بالمنطقة وزيادة حجم الثروة السمكية بها. ووجه سيادته هيئة قناة السويس بتصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية. كان الفريق مميش قد أشار إلى تزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، مؤكدا أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار تقوم على توفير الحوافز وتذليل العقبات كافة مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل.